يعني الحمد لله طبعا، يعني هي مباراة فيها تفاوت شديد جدا. بداية كانت كويسة، ضيعنا فرص سهلة، وبعد كده ربنا كرمنا بأحمد عبد القادر، وبعدين تعادلنا بعدها بست دقايق على طول، وبعدين اتحول الأداء شوية. وده في الكورة ممكن يبقى مش عايز أقول وارد، لكن في النهاية بتحصل. يعني الشوط التاني كان فيه استعجال، فيه عايز تجيب الجول على طول. الحمد لله على كل شيء، وأحسن حاجة في المباراة النهاردة هي المكسب. يعني كل مباراة أو كل تدريب قبل المباراة دايما بيبقى في محاضرات لحضرتك ومحاضرات لمستر كولر، بتتكلموا مع اللاعبين عن أهمية كل مباراة. يعني إيه أبرز ملامح الكلام اللي بتتكلموا معاه في اللعيبة، واللي ظهر وشايفين يعني نتيجته في الملعب كل ماتش؟ يعني بص، هو في النهاية يعني أنت في الفترة اللي زي كده والمباريات اللي مضغوطة بتبقى تعدي المباراة بحلوها ومرها. مباراة فيوتشر كانت مباراة برضو في المتناول جدا، وضيعنا بينالتي تقريبا في آخر 5 6 دقايق من الوقت بدل الضايع، وبعدين النهاردة بنكسب في الوقت بدل الضايع. هي دي الكورة، يعني أنت بتلعب 34 مباراة فيها كل الظروف اللي ممكن تحصل يعني. فانسى يعني، كل مباراة بتخلصها بتاخد منها شوية عبر وشويه اسباب وشويه حاجات تساعدك في اللي جاي، لكن لازم تقفل الصفحه. يعني انت لعب 8 مباريات دلوقتي، كسبنا 7 وتعادلنا مباراه، اعتقد انها حاجه كويسه. في بعض الاوقات الاداء ما بيعجبش برضو ده نتكلم فيها وعند الراجل يعني، لكن في النهايه الاجمالي كويس. عندنا 26 اسبوع لسه فاضلين، يعني مباريات كتير اقفلها، يعني اقفل اللي بيعدي. يعني الحاجه الثانيه يعني عايز اقول برضو، يعني الصوت لازم يبقى موجود، صوت المباريات وصوت الحماس وصوت الدوافع اللي تبقى موجوده للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه. يمكن على حتى على المستوى الاعلامي في رجوع شديد قوي، مش عارف ليه. يعني حتى في الامور اللي هي ممكن تبقى امور تدعو للحيره والتساؤلات الشديده جدا، حتى على المستوى كاس العالم للانديه اللي احنا بنتكلم فيها، اللي انت المفروض ما تشغلش بالك بيها قوي لان هي لسه فتره طويله. انت بتدي مساحه، او الناس بتدي مساحه لناس تتكلم في احقيتها في المشاركه، وهم عارفين اللائحه والنظام. يعني انت بتتكلم على مشاركه في كاس العالم للانديه، يعني انت هتشارك بناء على بمزاجك ولا فرد الذراع ولا هو ده نظام. زي مثلا يعني في افريقيا الاول والثاني بيروحوا مثلا يعني، وممكن تاني ياخد البطوله ممكن، تمام، ده نظام نفس الكلام يعني. لكن للاسف احنا هنا يعني ممكن الكلام ده يزعل الناس يعني، لكن هو ده الحقيقه. انت بتدي مساحه كبيره جدا للاعلام، الناس من الرجاء يتكلموا، يعني مع احترامي الكامل لنادي الرجاء في المغرب، لكن بيتكلموا في حاجه في احقيه ونصوص ولوائح. يعني في حين ان انت مثلا حتى يوم ما لعبنا الوداد في المغرب، هات لي قناه واحده ولا برنامج تلفزيوني في المغرب استضاف حد من الاهلي يدي رايه ولا يقول وجهه نظره. لكن احنا هنا في الاعلام المصري والمنظومه الاعلاميه في مصر لا، بندي مساحه تانية ونتكلم في حاجه خلصانه. يعني انا عارف ان ممكن تبقى في راي وراي اخر زي ما بيقولوا يعني، لكن مش في كل الحالات. يعني انت بتدي مساحه سلبيه جدا جدا جدا، ومش في وقتها ولا في مكانتها، وخصوصا لو مرتبطه بنص. يعني خلينا نقفل الصفحه بس بتاعه الدوري، عندنا مباراه سموحه والمشوار لسه طويل جدا. ممكن يبقى في شهر يناير اللي جاي نبقى اقوى ان شاء الله، لان اكيد هيبقى في تدعيمات وتدعيمات كويسه مع الناس اللي موجوده يعني. لكن لازم نظهر بصوره احسن من كده وافضل من كده واقوى من كده واشرس من كده ابتداء من يناير اللي جاي باذن الله. لازم يبقى عندنا يعني فعاليه اكبر من كده من خلال تدعيمات ومن خلال اللعيبه اللي موجوده. اخيرا، جمهور الاهلي اللي وراكم في كل مباراه ودايما مؤمن بيكم وقد حقق الفوز حتى في اخر دقيقه، تقول له ايه؟ بص، اقول يعني جمهور الاهلي مش محتاج توصيه ومحتاج نصايح، هو عارف طريقه كويس قوي وعارف قوته. واللي عايز اقوله برضه، مفيش حد صاحب النادي يعني في حد، لا مدير فني صاحب النادي ولا مدير كره صاحب النادي ولا مسؤول صاحب النادي ولا لعيب صاحب النادي، مفيش حد صاحب النادي. الجمهور هو قوه النادي، قوه النادي في جمهوره. لكن اللي صاحب النادي هو مبادئه، هو اسسه، هو نظامه، هو ده اللي صاحب النادي. لكن مفيش حد على وجه الارض لا جه ولا هيجي هيبقى صاحب النادي. كل واحد بيتبع نظام معين كده، كل واحد بيجي بيأدي فترته وبيأديها كويس بنقول له شكرا يعني مع السلامه، وكل واحد وكله بمقابل يا حبيبي، يعني بما فيهم العبد الله اللي واقف قدامك. كله بياخد المقابل ده، سواء كان مالي او ادبي او اجتماعي كله. فصاحب النادي هو نظامه، مبادئه، اسسه، هو ده اللي صاحب النادي. يعني انا مش عايز اتكلم كتير في الماتشات، لان هي كل يوم انت بتشوف لون مختلف. النهارده ممكن تشوف مباراه رائعه جدا، بكره ممكن تشوف مباراه ثانيه خالص، اللي بعدها تشوف مباراه ثالثه خالص، وهكذا.